هذه الشيلة إهداء من بنات عبد الله إلى أبو سليم وأخوه أبو عبد الله. أبدأ بحمد الله ربي ذا الجلال عن فضله الواسع وله منا الشكر من بعدها التوحيد ببنيات الجزال يا مرحبا بضيوفنا واللي حضر بحفل افتتاح مجلس كريمين السبال ابو سليم وخوه ابو عبد الله الفخر مقدمين الهيلي في صفر الدلال هو العود الازرق فايحن فوق الجمر والعود الازرق فايحن لكل جديد وحصري فوق الجمر. من بعدها الترحيب ببيات الجزال يا مرحبا بضيوفنا واللي حضر بحفل افتتاح مجلس كريمين السبال ابو سليم وخوه ابو عبد الله الفخر مقدمين الهيلي في صفر الدلال والعود الازرق فايح فوق الجمر فوق الجمر في افتتاح مجلسهم زان الاحتفال يوم نزل بجمل تبارك الشعار ابو سليم وابو عبد الله يا الرجال مبروك مجلسكم ترى عز وفخر مدهالي للضيفان كل وقت وحال وللقبيله والنشامه هو مكان مفتوح باب مقدري يا طيب فال يبشر بعز كل من هو له حظ وانتم شيوخ الطيب وافي الخصال اهل الكرم والجود من ماضي الدهر وصيتكم بالطيب مضرب للمثال طيب ورثتموه من سن الصغار وانتم هل النعق الاصيل والحلال وضح بكار نشوفه هي سر النظر وانا اشهد انكم عز راسي مع شيوخ عز وجاه حالينا القتال يا ابو سليم يا شهر عراب الفعال يا ابو المراجل والحمية والسطى والقرم ابو عبد الله شيال الثقال المواقف ترعنا وكايم بخار واختام هاجتكم طوارق الجزال اسم بنات عبد الله يا اغلى البشر واختام هاجتكم طوارق الجزال اسم بنات عبد الله يا اغلى البشر باسم بنات عبد الله يا اغلى البشر لمسات رنين.